فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي، اخر جزء من حصتنا اليوم. نحكيو على هلال شابه برشا جديد في الفريق، مش نحكيو في الجزء الاول على القضايا من قبل بعض اللاعبين الاجانب ضد الفريق، احكام من الفيفا، باش نحكيو ايضا على فوز الفريق بقضيه التدقيق المالي ضد حسابات الجامعه التونسيه. على كل باش نحكيو في هذا الكل معنا السيد محمد ابراهيم الكاتب العام لهلال الشابه. سي محمد اهلا بك. مرحبا بك سيدي، مرحبا بك في المستمعين اذا تشترك في. اول حاجه سي محمد، هل فما جديد في موضوع العوده للنشاط؟ شنو فما؟ هل راسلتكم الجامعه؟ هل بعثت لكم حاجه؟ ولا مازال فما حتى شيء واضح؟ والله هو الملف توا بين منظار التاس، طلبنا مطلب، احنا قدمنا مطلب في ايقاف التنفيذ، ننتظروا في جواب الجامعه التونسيه تقدم على المطلب نتاعنا. للاسف الجامعه ضربوا لها اجل، هي طلبت التمديد في هذا الأجل اعتبارا وأنه حالة الحظر الشامل اللي موجودة في تونس والكوفيد 19 اللي قاعد سارح، ولكن وخاصة وأنها سكرت الفيدراسيون من أجل هذا السبب. ولكن في نفس الوقت أنا شفنا اليوم تم تصاور اليوم تاع استقبال بعض رؤساء الجمعيات وكذا، دونك ما فوش جامعة قاعدة تخدم. ما اسم كلمة مهدية تم استقباله على ما يبدو اليوم؟ ما نعرفوش، لأنهم قاعدين يخدموا وقاعدين مش قاعدين يخدموا ما نعرفوش. المهم وأنه اليوم وأنه تم طلب تمديد في خصوص الجواب نتاعهم، مدت لهم التاس، ننتظروا حتى يجاوبوهم، وفي انتظار وأنه التاس تنظر في مطلب إيقاف التنفيذ نتاعنا إن شاء الله. واضح. بخصوص خلينا نبدا بقضيه التدقيق المالي، ظهر لي منذ ايام فزتوا بالاستئناف في القضيه هذه، لو كان اعطينا اكثر تفاصيل وعلى الحيثيات نتاع القرار نتاع المحكمه. صحيح، هو من عمناول، من ماي عمناول كنا استصدرنا اذن على عريضه في اجراء تدقيق في حسابات ماليه للجامعه التونسيه لكره القدم ومدامه مطابقه الواقع المالي للجامعه مع الوثائق الماليه اللي قدموها لنا، لانه كما افتكر سيد رئيس الجمعيه من سابق وانه بحوزتنا معلومات على عدم مطابقه الوقائع ولا الواقع المالي للجامعه للوثائق المحاسباتيه اللي تقدمت للجمعيات في بين الجلسه العامه الاخرانيه. استصدرنا الاذن هذا، مكنتنا المحكمه الابتدائيه بتونس في اختبار اجراء اختبار من قبل ثلاثه خبراء. الجامعة التونسية لكرة القدم طلبت الرجوع في هذا القرار من خلال التقدم بقضية عدلية قدام المحكمة الابتدائية، ربحت الطور الابتدائي، ثم احنا قررنا وانو نستين في هذا القرار، مشينا فيه عام كامل طوى ما بين اضطرابات وما بين كوفيد، ولكن استصدرنا مؤخرا قرار استئنافي يقضي بنقض الحكم الابتدائي، ومن جديد الإذن للأستاذ الخبراء الذين تم تعيينهم لإجراء أعمالهم طبقا للإذن على عريضة المذكور اليوم. أستاذ شنو تبدل قبل بين الابتداء والاستئناف؟ اجتهادات قضائية، هي اجتهادات قضائية، ما هيش مسألة معناها في لب الموضوع. اعتبر السيد القاضي الاستعجالي في الطور الابتدائي اعتبر أنه ما تماش خطر ملم يوجب استصدار إذن على عريضة. هالنقطة هذه ركزنا فيها احنا في الاستئناف، وبينا لمحكمة الاستئناف وانه هالخطر الملم هذا موجود، وانه جميع الوثائق تدل على عدم مطابقة الواقع المالي للجامعة للوثائق المحاسباتية المقدمة. احنا عضو من اعضاء الجامعة التونسية لكرة القدم، وبالتالي من حقنا وان نعرف فلوسنا اللي قاعدين ندفعوا فيها للفيدراسيون وين قاعده تمشي، فاش قاعده تمشي، كيفاش قاعده تمشي. هذا هو اليوم محكمه الاستئناف اقتنعت بما قدمناه من دفعات وقضت لفائدتنا، وهذا الكل راه موش لصالح هلال الشاب فقط نقول، ولا لصالح هلال الشاب هي كعضو في الجامعه، هذا لصالح الرياضه التونسيه، هذا لصالح الجامعه التونسيه في حد ذاته. الجامعه التونسيه اليوم اذا كانت تثبت بالاختبار وانه حساباتها مريقله وحساباتها دقيقه وحساباتها مطابقه للنورم كونتابل اللي يلزم يتم اعتماده، فهذا باش يخليها في موضع قوه وفي موضع معناتها فيما يتعلق بالشفافيه وفيما يتعلق في الحوكمه الراشده. احنا اليوم استصدرنا الاذن هذا، الاذن هذا اليوم الخبراء اعلمناهم به، قلنا لهم راهو عندنا حكم استئنافي قضاء بوجوب اتمام مهامكم، الرجاء منكم وانتم تمشيوا،
وتباشروا المهام تاعكم تبقى لما يقتضي القانون. اي وقتاش باش يباشروا مهامهم ان شاء الله؟ هما تو باش يبداو يخدموا على ارواحهم هذا ترجع لهم اليوم. هما عندهم السلطه التقديريه في اجراء. اي الجامعه مسكره اليوم ولا محلوله؟ والله هذا اللي بديت به انا المداخله معاك سي سلام، وانه ما عادش فاهمي الكومينيكي يقول مسكره لدواعي صحيه، اليوم الصور تقول انه ماشي مسكره. ثم دي كورسبوندونس خرجت زاده من فيدراسيون لتاس في وقت اللي هي زاده مسكره، دونك ما نعرفوش. المهم احنا طلبنا من الخبراء ما عليهم الا يطبقوا القانون وما عليهم الا يتوجهوا ويبداوا يخدموا على ارواحهم طبقا لما يقتضي القانون. باهي، في الموضوع الثاني المتعلق بعض النزاعات مع بعض اللاعبين، منذ ايام تقريبا كانت فما خطيه اولى اللاعب اول، ايضا البارح ولا البارح جاء حكم ثاني للاعب الثاني سيدريك ابو جول اللي يلعب في نجم المتلوي 200 مليون تقريبا على ما اعتقد، صح اللي كان استاذ كاني غلط. شنو هي الفوضى؟ شنو اللي صار في الشاب؟ مش متعودين بالفريق منظم، ما عندوش مشاكل نتاع فلوس مع اللاعبيه، ما عندوش نزاعات، شنو صار باش نسمعوا الاحكام هذه ضد الهلال؟ هي هذه تداعيات القرارات الظالمه اللي تعرضت لها هلال الشابه من الجامعه التونسيه لكره القدم. وقت اللي خدينا القرار نتاع الميز اون انكتيفيتي لقينا رواحنا في عدم مشاركه في لي كومبيتيسيون اوفيسيال. الملاعبيه الزوز هذوما دايور احنا عندنا نزاعات تن مع الملاعبيه الزوز هذوما فقط. الملاعبيه الزوز هذوما هو واحد سيرج سيكو انترناسيونال توغولي والاخر سيدريك ملاعب كما قلت تم فسخ عقده معنا ومشى للفريق نجم المتلوي صح معه. يبدو انه اللاعبين هذوما لانهم كانوا خالصين وكانت وضعيتهم مستقره في النادي، ولكن هما اختاروا بطريقه انا نقول الحقيقه ماهيش طريقه نظيفه برشا، لانه ثم شكون استثمر او ثم شكون استغل انه النادي قاعد يتعرض للظروف الصعيبه، وثم محاوله لضرب النادي من داخل، فهمتني؟ كانهم حبوا ما لقاوناش حل في الطرق القانونيه، ما لقاوناش حل في الطرق القضائيه، فاختاروا انهم يدوروا بالملاعبيه ويحاولوا انهم يهربوهم كل واحد بطريقه. ثم شكون اتصل بالملاعبيه يجي نصحح لك في جمعيه فلانيه، يجي نهزك في الجمعيه الفلتانيه، وثم شكون دبر على الملاعبيه هذوما وانهم يغادروا التمارين ثم القيام بقضيه قدام الفيفا. للاسف بالرغم انه بينا للفيفا وانه راهو الملاعبيه هذوما هما اللي متغيبين، اولا متغيبين على ليزونترينمون تاعهم، هذا واحد، واثنين خاصه وانه الملاعب سيدريك وانه تم فسخ اتفاقي ما بين زوج اطراف على تسويه الوضعيه وانه يمشي يشوف روحه. الفيفا تجاوزت النقاط هذه واعتبرت وانه الهلال الشاب مخل بواجباته تجاه الملاعبيه هذوما، وقالت وانه يلزم يخلصهم في قداش من شهريه، بالرغم انه واحد فسخ وما نعرفوش وينه فص ملح وذاب، والثاني يلعب في نجم المتلو. في كل الحالات هذايا احنا نقولوا انه هذا راهو تبعات القرارات الجائره التي تعرض لها الهلال الشابه من جامعه تونسيه لكره القدم، لانه في وضعيتنا العاديه وفي استقرارنا وقت اللي كنا نكوروا وقت اللي كنا نلعبوا في التيران وقت اللي كنا نمارسوا في النشاط الرياضي بصفه طبيعيه لم تكن لنا اي اشكال مع حتى ملاعب. الناس كل كانت خالصه، الناس كل كانت مريقله، الناس كل كانت تخدم مرتاحة، وهذا ما خلى أنا نقول 90% من الرصيد البشري نتاع هلال الشابة إلى حد هذا اليوم هو على ذمة هلال الشابة. وبالتالي الزوز الملاعبية هذوما هم زوز ملاعبية أجانب داروا بهم غروا بهم بطريقة أو بأخرى للأسف. فيش كنت تقصد أستاذ ديجا لمحتوا له قلتوا سمسار حاجة من نوع هذا؟ ما نسميوش ولكن ثم شكون معناها اتصل بهم هو اللي حثهم على مغادره الشابه وهو اللي حثهم على مغادره معناها مقاطعه التمارين، وثم هو اللي لزم باش يقوموا بالقضايا هذه. في كل الحالات الفيفا قضت لفائده الملاعبيه الزوز هذا، احنا عندنا الحق في الطعن في القرارات هذه قدام التاس،
بنطعنوا ان شاء الله قدام التاس، وان شاء الله قدام التاس نبينوا وجهة النظر القانونية متاعنا، وانه احنا ما المسؤولية منصبة اساسا على اخلالات اللاعبين بواجباتهم، وان شاء الله في التاس ناخذوا حقنا في مجالات العادة. واضح، يعطيك الصحة، شكرا لك استاذ على كل التفاصيل ما دينا به. مرحبا. دونك كان هذا الكاتب العام اللي هي الشاب سيد محمد براهما، كنكملوا في البلاي اليوم. شكرا على يا باشا في الاخراج، شكرا تقوى المديوني في الاخراج الرقمي، اجمل تحيات اسلام المد.